ومرحبا بكم في هذا الفيديو المقدم من شركة ون فاينانشال ماركتس. وخلال هذا الأسبوع نترقب بيانات هامة في بريطانيا، وهي مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي وخلال شهر فبراير والمقرر صدوره خلال جلسة يوم الأربعاء الموافق لـ 24 مارس من عام 2021. وتعكس قراءة مؤشر أسعار المستهلكين معدلات التضخم بشكل عام، وكما نعلم التضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، ومعدل التضخم أيضا يؤثر على معدلات الفائدة، وتتوقف قرارات السياسات النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي. ومن المتوقع أن يشير مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى ارتفاع إلى 0.8% عن القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 0.7%. في حال أتت القراءة أفضل من التوقعات وأفضل من القراءة السابقة وشارت إلى ارتفاع، ذلك سيدفع الجنيه الاسترليني للعودة والارتفاع من جديد بعد التراجعات التي رأيناها خلال الأسبوعين الأخيرين، وتداوله في هذه الأثناء بالقرب من مستويات الدولار 37.70. وهناك عدة عوامل كان لها تأثير على تحركات الجنيه الاسترليني وضغطت سلبا، منها تحذير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من آثار تفشي موجة ثالثة لفيروس كورونا في أوروبا ستصل إلى الشواطئ البريطانية، ذلك يعيد المخاوف أيضا من تباطؤ تعافي الاقتصاد من صدمة جائحة كورونا، وأيضا إضافة إلى وجود خلاف بشأن الإمدادات من لقاح كوفيد 19 بعد أن حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي قد يمنع تصدير الجرعات المصنعة في الدول الأعضاء إلى المملكة المتحدة. وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك اجتماع وسيجري رئيس الوزراء البريطاني مباحثات مع القادة الأوروبيين لمحاولة منع قومية اللقاحات، إضافة إلى العامل الآخر الذي أثر على تحركات الجنيه الاسترليني هي تداعيات البريكزيت وأيضا معضلة إيرلندا والتجارة في إيرلندا، ما زالت الخلافات مستمرة، وذلك أيضا كما ذكرت أثر سلبا على تحركات الجنيه خلال التعاملات الأخيرة. هذا بالنسبة لأهم خبر تترقبه المملكة المتحدة خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.